والله تعني لنا الكثير استغالة حمدوك. حمدوك الرجل الذي أجمعت عليه كل السودان. فباستغالته نشعر بأن السودان فقد شخصية مهمة أجمع عليه المجتمع الدولي والشعب السوداني قاطبة. فنتمنى أنه حمدوك يرجع لنا كرجل مستقل في الفترة القادمة كرئيس لدولة السودان. الله يا حمدوك قدم رسالة لكل أساس السودانيين أنه أي زول ما قادر على المهمة دي أحسن درس، لأنه في تاريخ السودان قبل كده ما حصلت أنه زول يطلع للناس ويكون صريح ويقول يا أخي أنا الحاجة دي غلبتني. يعني أنا شايفة أساسا يعني الفترة حتى عمل فيها استغالته دي أنا بشوفها ما ستبل، لانه اساسا يعني الوضع انت زي ما شايفه في البلد عامل كيف كويس معك وابارت فروم كده، انه هو اساسا اوريدي يعني مضى على ان الفتره الانتقاليه 3 سنين، وغير كده انا بشوفه اساسا زول يعني كف يعني كويس معك، فبالتالي بيقدر تمنج الموضوع يعني كويس معك، ما يعني ما شايفه يعني انه استغالته دي يعني حل او يعني بل بالعكس نحن محتاجين ليه، وكان في الفتره دي يعني ما كان يستغيل يعني. والله الاستغالة ما جت في مواعيدها اصلا، دي مواعيد الاستغالة، الناس المرقوا والماتوا ديل قاموا يروحوا عشان يثبتوه، فمرقته دي والله ما في لها داعي يعني يمرق في مواعيد زي دي، ما شايف ليه لزوم، لانه والله الناس مرقت عشانه وكله الناس دي مايداه كلها، فالمرقه دي فمعناها شنو يعني؟ الناس تقيف ولا كده، لكن ما واقفه عليه، الناس حتصير لحد ما تصلحها للبلد ان شاء الله، لكن الله حمد الله نوقف ما في حته واحده. ليه شنو؟ انه زاد شكله مضغوط في البيان اللي طلعه امبارح ده، قال شنو؟ قال انه الكلام ما بيتحل الا الناس تجلس في طاوله مستديره يقعدوا مع بعض. دي فين رضوان؟ انا بحاجه بقول انه هو كان مضغوط الزول ده، لكن برضه ما كان ما مع انه هو مضغوط الناس دي ماتت، كونه هو مضغوط في ناس ماتوا فما كان يتنحى. اي فقد والله الاستغاله حقت حمدوك دي والله ما كان يستغيل، يعني كان يتنحى عن الاتفاقيه بس العمل معاهم وبعدين ينتظر يشوف اللي بيحصل شنو، لكن ما كان يستغل لانه زول مؤهل وزول قاري وكذا مثقف يعني. حمدوك لما نوصل السودان حتبشرنا خير والله بقدومه الى السودان، لكن بعد الضمائر ما نظيفه هي الخزنة الشعب السوداني من حمدوك والله، فاستغاله حمدوك خساره كبيره للسودان وللشعب السوداني والله بصدق وامان. انا عاصرت كل الاحزاب وكل الحكومات دي من الاستغلال الى يومنا هذا، هذا رجل نظيف ورجل عفيف وما محتاج عشان ياكل ولا ينهب ولا بتاع، لكن مشكلتنا كلها الاحزاب، الاحزاب هي ضيعه الشعب السوداني، استغالة حمدوك ضيعه الشعب السوداني واقتصاد الشعب السوداني والله، دي حقيقه انا بقول يعني. فيعني المفروض الاستاذ حمدوك يتراجع عشان الشعب السوداني ها، وعشان اقتصاد الشعب السوداني، يعني احنا استشرنا خير انت في جوبا استشرنا بها وجيت حمدوك استشرنا بها، لكن انا ما اعرف حمدوك ذاته يعني ما يصر على الاستغاله، لانه كل الناس حاسه ليل الشارع السوداني كله بيبكي على حمدوك والله العظيم، دي حقيقه يعني. رجل يعني رجل ممتاز ورجل ضمير ونظيف وما محتاج عشان ياكل ولا يبني بيت ولا يعمل لله ولا كلام زي ده والله. فيعني احنا نتمنى يعني السنه الجايه تكون خير وبركه على الشعب السوداني، واخونا حمدوك ان شاء الله يعني يتراجع عن قراره، لانه قراره ما من مصلحه البلد، ما من مصلحه البلد. استغاله حمدوك نحن نتوقعها قبل عام، لان فاقد الشيء لا يعطيه، واحد. اثنين، حول السودانيه انجبت الاف الرجال مثل حمدوك. انا افتكر ان الشعب السوداني لا يتقيد بشخص واحد، يعني السودان ده مليء بالرجال الوطنيين.